وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بين الحكومتين ممثلتين في الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن الجانب المصري وشركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية عن الجانب السوداني. هذه الشركة تختص بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذلك زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين والتعاون المشترك في مجالات عدة. وخلال اجتماعه استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لإجراءات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة وحدات صناعية ومخازن وثلاجات ومنافذ بيع داخل المنطقتين الاستثماريتين بميت غمر وبنها ولاية الهيئة العامة للاستثمار. وتمت الموافقة على إجراءات جديدة بهدف تشجيع ودعم الصناعة المصرية والاستثمار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. سيادة السفير أرحب بك. أهلا، صباح الخير. صباح النور يا فندم. إذا نحن الآن نتحدث عن مزيد من توطيد للعلاقات بين مصر والسودان، ويعني وفاء مصر بتعهداتها فيما يتعلق بالقارة الإفريقية. ماذا عن السودان تحديدا سيادة السفير وتأسيس هذه الشركة بين مصر والسودان؟ والله هذه الشركة يعني هذا أمر طبيعي جدا جدا، وجاء متأخرا عن وقته الطبيعي، لأنه الحقيقة لابد من وجود اتصالات مكثفة أكثر مع السودان، وخاصة من الناحية الاقتصادية، رأس مال مصري مع رأس مال سوداني، واستغلال الظروف السودانية في إنتاج اللحوم. لدى السودان كمية كبيرة جدا من اللحوم وأرض صالحة للزراعة، ويمكن شركات مصرية سودانية بصفة أن شعب وادي النيل هو الشعب المصري والشعب السوداني بينهم صلات مهمة جدا. يجب أن ترى الواقع، الواقع يقول أنه لابد من الشعبين من الاستفادة من القدرات الموجودة في جنوب الوادي وشمال الوادي، فلابد من هذا. فهذا حقيقة الشركة دي تقدم عظيم وخطوة جيدة. نعم. أرجو أن تتم إن شاء الله. طيب سيادة السفير، دعني أتحدث معك يعني عن ما تصغر به أو يصغر به الجانب السوداني من الثروات الحيوانية والزراعية. والله السودان لديه ثروة حيوانية كبيرة جدا، يمكن مصر الاستفادة منها بشكل واضح جدا. ومن المعلوم أيضا أن السودان قريب جدا من مصر، بحيث أنه توجد منفذين الآن، منفذ أرقين والمنفذ الآخر في ناحية حلايب وشتاتين، فبالتالي انه يمكن تحريك بضاعه اللحوم ووجود مجازر ووجود ثلاجات ووجود كارانتينا بمعنى فحص الحيوانات والى اخره، يمكن ان يكون موجود في على هذه الحدود، وبالتالي ينجح كثيرا. ثم انه ايضا هناك فرصه كبيره جدا في السودان لزراعه المحاصيل الزيتيه وزيت عباد الشمس بالذات، وكل هذا يجب أن يستفيد منه الشعب المصري والشعب السوداني سويا يعني. نعم، هذه نقطة مهمة يعني كوننا نتحدث عن الاستفادة المتبادلة بين الدولتين مصر والسودان. نعم. سيادة السفير، دعنا نركز في حديثنا على الاستفادة التي تتعلق بالجانبين. دعني أبدأ بالجانب المصري، ما هي الاستفادة التي ستعود عليه من تأسيس هذه الشركة تحديدا، كوننا نتحدث عن ما وافق عليه مجلس الوزراء بشكل مبدئي من تأسيس هذه الشركة؟ الواضح تماما الشعب المصري في حاجة إلى اللحوم بشكل واضح نظرا لكبر عدد السكان 100 مليون نسمه، وبالتالي فان سوق اللحوم بالنسبه للسودانيين سيكون مفيد جدا. بالنسبه للمحاصيل الزيتيه موجود منها استفاده جامده جدا، لان هناك تنمو زيت عباد الشمس بالذات ينمو في اماكن كثيره في السودان، والناتج بتاعه ناتج جيد جدا، وبالتالي فان هذا استفاده جدا. يستفيد الشعب المصري باللحوم، ويستفيد بالزيوت، ويستفيد الشعب السوداني بهذه الاموال التي تدفع مقابل. نعم صحيح، بالتاكيد. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف سياده السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجيه الاسبق للشؤون الافريقيه، شكرا جزيلا لك يا فندم.